هذا القصيدة عزافي أحمد مساعد حسين من أخي حسين عبد الله حسين، فيها يقول: يلا يا عظيم الرجاء، يا عالم بيوم الحساب، يا عالم فصول السنة والأمطار دي في السحاب، يا رحمن يا خالقي بيدك رحمتي والعذاب، ترحمنا وتغفر لنا يا صاحب شرف واكتساب، بعد الآن يا صاحبي هات السهل هات الصعاب على مهراب الحامل، بعد الآن يا صاحبي هات السهل هات الصعاب، هذا الهري دي هو معك ماشي عندنا له جواب، لما كل شي ينطرح في شيبان ولا شباب، قال لما كل شي ينطرح في شيبان ولا شباب، مخلص خوي دي هو قتل عنده له ولا له سباب، قال حسين سيره دلا في العفار ولا الشعاب، قال حسين سيره دلا في العفار ولا الشعاب، ماشي حق قالوا يموت ولا طال بينه طلاب، قال ماشي حق قالوا يموت ولا طال بينه طلاب، إلا ما دواب القلم والشبعة لها ميت باب، لا حد ناصرك يا فتى ما بيطب شيلك طباب، قال لا حد ناصرك يا فتى ما بيطب شيلك طباب، لا قلبك مريض الحقه حان الصدق حان العتاب، قال حان الصدق حان العتاب، قال حسين وين اخوتي دي هم يركبون الركاب، دي هم دوب في الواجهة عند خصومها ما تهاب، قدها من قفا جدهم أسس هالدي في المزاب، ونحد عاب ولا غلط ماشي عندنا له كساب، قالوا نحد عاب ولا غلط ماشي عندنا له كساب، واختمها بذكر النبي ما يرخي وخر الشهاب، صلوا على النبي واذكروا بالآلاف ما الحساب.